طبعا هذا بلينر. بلينر يعني بيشتغل بلين. مش راح احط الف ري هون، الف ري بعدين بنعملها لما نيجي ناخذ التو. هلا رح ناخذ بالنسبه لهي النقطه اللي هون في الف ري هون مش راح تقيمها. هلا اذا عملنا الفور كيلومتر اظن في منكم ناس عملوها، فرضنا هذا البيس فريم هون هو فريم زيرو، وعندي هون رح افترض انه هذا الريست والتو رح يكون. لو جينا اخذنا هي 3 بالنسبة لزيرو، يعني راح نحط 0 و 1 هون، راح يكون 2 هون 3 هون، وبعدين إذا بدك تعمل 4 اللي هو نفسه التول اللي بتعمله هون. أنا ما راح أغطيه هلا بالوقت الحاضر، راح نركز على الريست. إذا هو الريست بالنسبة لبيس 3 هون. هاي بيعمل منكم حساباتها تطلع شكلها كوساين 1 + 2 + 3 ماينس ساين 1 + 2 + 3، يعني كوساين ثيتا 1 + ثيتا 2 + ثيتا 3، وهذه هون ساين ماينس ساين ثيتا 1 + ثيتا 2 + ثيتا 3. كيف بيطلع معي هيك؟ بدك تنتبه على ساين مجموع الزاوية وكوساين مجموع الزاوية. تصير كل ما مشيت في مرحلة وضربت بتبسط، كل ما مشيت في مرحلة ضربت بتبسط. بطلع بسط بدل خليها يعني بتصير طويلة جدا. اشتغل على كوساين الزاوية وساين الزاوية. كوساين A بلس B ايش بتساوي؟ كوساين A كوساين B ماينس ساين A ساين B. دائما تذكر ماينس هون عشان تعرف انك بدك تحوله لكوساين ثيتا 1 بلس ثيتا 2 ولا ساين ثيتا 1 بلس ثيتا 2. وعندي بعدين هون ساين A بلس B تعطيني ساين A كوساين B بلس كوساين A ساين B. إذا هاي مكتوبها جنبك أنت بتشتغل خليها دائما جنبك من هون، بتقدر تشوف الفرص اللي موجودة. يعني إذا لقيت مثلا ساين B، شفت ساين B وشفت كوساين B مثلا وفي زاوية، ممكن هذا يوحي لك إنه ممكن تحاول تستعملهم وتحولهم لها. هذا أبسط كثير الشكل من الشكل طويل هذاك رح يكون. لو هاي بدك تفككها لكوساين ثيتا 1 وساين ثيتا 1 وكوساين ثيتا 2 وساين ثيتا 2 بيطلع اكسبريشن طويل جدا. بعدين عندي هون 0. هلا هون عندنا ال1 سي1 زائد ال2 كوساين 1 تدي كوساين ثيتا 1 بلس ثيتا 2. بعدين عندي هون ساين. هلا راح اختصر هاي احطها 1 2 3 ساين 1 2 3 كوساين 1 2 3. فهون يعني كاني ايش عم بقول؟ في عندي روتيشن بمقدار ثيتا 1 بلس ثيتا 2 بلس ثيتا 3. هي في روتيشن، ما هو هذا في بلين كله، ففي النهايه الروتيشن راح يكون النهائي مضبوط هو ثيتا 1 بلس ثيتا 2 بلس ثيتا 3، باخذ طبعا الاشاره بعين الاعتبار على اساس انه احنا زد وين اخذ، وين راح ناخذ زد؟ على فرض راح اخذ زد بوزيتيف هيك، راح اخذ زد بوزيتيف هيك، وراح اخذ زد بوزيتيف هيك، وانا بفترض كاني انه اكس 1 واكس 0 بهذا الاتجاه. ماشي؟ انا بفترض انه اكس 1 هيك واكس 0 هيك، فصار عندي زد 1 بهذا الاتجاه، فبصير من اكس 1 لاكس 0 بتصير ثيتا 1 بوزيتيف بهيك. ونفس الشيء عندي هون، راح افترض انه هون عندي هذا x2 راح يصير بهذا الاتجاه،
احنا راح ناخذ هذه زد 2 وزد 3. يعني نحن يا دكتور ناخذ التوتال روتيشن، يعني ممكن بهاي الحاله، بهاي الحاله دير بالك هاي مش بكل الحالات، بهاي الحاله لانه كلهم في بلين، حاله خاصه لانه كلهم جايين في بلين، صار الزاويه ما بين هذا الاتجاه والاتجاه الاصلي عمل روتيشن ثيتا 1 بعدين جمعنا ثيتا 2 بعدين جمعنا ثيتا 3. هاي حاله خاصه لانه الزد هذا موازي للزد موازي للزد. بس لو نزلت ثيتا 3 ممكن نطرح صح؟ طبعا ما هي بتصير سالبه الاشاره. أيوة. عشان هيك انا بقول لك هي ثيتا 1 بلس ثيتا 2 بلس ثيتا 3 باخذ الكونفنشن بعين الاعتبار، والكونفنشن انه زد هيك وزد هيك وزد هيك، فصارت ثيتا 1 بوزيتيف هون وثيتا 2 بوزيتيف هون وثيتا 3 بوزيتيف هيك هون، فبصير هذا زائد هذا زائد هذا اللي هي فعلا الزاويه ما بين هذا الاكس اللي موجود هون والاكس 0 والاكس 3، بتصير الزاويه مجموعه. بس هاي تطلع معك كمان بالحسابات من هون، يعني هذا الاكسبرشن بصير اكسبرشن طويل لما تضربها، مش انت بدك تطلع هلا هون تاخذ من فريم 0 لفريم 1 بتطلع بتعرفوا تعملوا الفورورد كينيماتكس، لو جاكم سؤال يوم بتعرفوا تحلوه سهل، في منكم مجموعه حلوا. نعم اكس 1 وين بتكون؟ هاي اكس 1 طيب لما هي عملت روتيشن اوكي ماشي، قصدك انه هون عملت روتيشن من هون، بس هي لما كانت زيرو كانت هون. اوكي مظبوط. هلا عندنا هون بعدين اخذنا هذول، هلا بناخذ الجزء الثاني اللي هو ال1 اس1 زائد ال2 اس12، بعدين عندي هون 0 1 0 0 0. هلا تذكروا اللي حكينا المره الماضيه عن السب سبيس، هذا في عندي سبيس، السبيس كله في 3 دايمنشن سبيس هو اي مكان باي اورينتيشن، بس هون انا في عندي انا محدود في السب سبيس تبعي، مظبوط؟ ايش السب سبيس تبعي صار؟ بلين، مظبوط؟ ففي عندي هذا ممكن يوصل نظريا طبعا، عمليا هو لسه محدود اكثر من هيك، بس نظريا هو محدود لبلين، بيقدر يجيب فيه اكس وواي، مظبوط؟ اللي هي هون بحكي عنها الهاي، لسه ما حكيت عن التول، بحكي عن هاي النقطة اللي هي الاوريجن تبع فريم 3، بيقدر يجيب اي اكس واي في البلين ويجيب اي اورينتيشن، فكأنه بجيب فاي ها؟ النهاية بسميها فاي، وفاي في الحالة هاي هي ثيتا 1 بلس ثيتا 2 بلس ثيتا 3، وبعدين اكس واي اللي هي الاورينتيشن، وزد ما فيش زد، هذا ما بقدر يطلع من الصفحة. ما فيش أي شيء يخليه يطلع من الصفحة، بده يضل قاعد بالصفحة من هون، فهو رح يعطيني اكس واي وفاي. وفاي رح تكون هي الاورينتيشن تبعت اللي هي اكس 3 بالحالة هذه. فالشكل العام لهذا لما بدي أجي أحل الانفرس كينيماتكس راح اطلع على السب سبيس تبعه، السب سبيس هلا هون طبعا من ناحيه واقعيه هلا لما نيجي على الورك سبيس، الورك سبيس راح يكون سب سيت اوف السب سبيس، وسب سيت لانه انا في مناطق ما بقدرش اوصلها، يمكن في مناطق معينه هون ما بقدرش اجيبها، بتتذكر اللي رسمناها في حد من الطلاب رسمها محمود، عمل في مناطق معينه ما بقدرش اوصلها اصلا، محدود فيها حسب الطول تبع ال1 وال2، يعني اذا ال2 زائد ال3 اقصر من ال1 في راح يكون في عندي دائره هون ما بقدرش اوصلها اصلا. زي الروبوت اللي بالله بصلك كان من 0 ل 255 ما بدي. هاي كمان الزاوية، كمان هذه الزاوية، ففي عندي السبيس تبعي راح يكون محدود، محدود أول شيء من هون ومحدود كمان الزوايا، الزوايا إذا كانهم محصورين في قيم معينة. فلما نرسم السب سبيس هلا راح نقول إنه هذا الشكل العام تبعه راح يكون بهذا الشكل، زي ما أنت تتطلع مثلا على عملية فيزيائية معينة وتقول إنه هاي الحل تبعها بده يكون بهذا الشكل، أنا بعرفش القيم بس تيجي بتقول مثلا إنه لو أنا رميت كرة هيك الشكل العام تبع هاي ايش راح يكون؟ مش هيك؟ احنا مش عارفين ايش هو A وB وC، بس احنا عم نقول الستركتشر تبع هاي لازم يكون بهذا الشكل. هلا A نيجاتيف بالحاله هاي لانه هذا مثلا هيك، X اللي هي مثلا اذا كانها زمن فرضا وهكذا، فاحنا عم نحط الشكل العام، الشكل العام تبعها راح يكون هون عندي 0 0 راح يكون عندي هون 1، فعندي روتيشن بمقدار فاي، وبعدين عندنا ترانزليشن بمقدار اكس واي، هذه عندي هون زد. لا هاي هلا معادله في قيم معينه منها راح تحلها، القيم معينه هاي راح تكون بالنسبه بدي اطلع الان السؤال هلا اللي مطلوب هون انه انا بدي احقق هذا هو المعروف مش هيك؟ وهذا معروف وهاي فاي معروفه، واللي مجهولين عندي الان هم ثيتا 1 وثيتا 2 وثيتا 3 بس هذول كونستانتس ال1 وال1 كونستانتس من هون. اذا اذا هاي المعادله بدها تكون صحيحه فكل مره باجي بحل انفرس كينيماتكس لكل بوزيشن بدي احل هاي المعادله اللي هي في الحاله هاي هي بتبين انها 16 بتساوي 16 16 المعادله بس هي فعليا
منهم تريفيال، معظمهم تريفيال. عندي واحدة اثنتين ثلاثة أربعة، حتى هذول تريفيال، مش هيك؟ هذول معادلتين بس، لأنه كوساين بتساوي هاي وهاي الساين بتساوي هاي منها. هاي ما ضافت ليش معلومات جديدة، وأخذت كوساين وساين عشان الإشارة، عشان الـ A tan 2 function. وعندي بعدين هاي بتساوي هاي وهاي بتساوي هاي، فرح يصير عندي هون هلا اللي راح ناخذهم من هون بساوي بعض، راح يكون عندي هاي معادلة بتساوي هاي، هاي معادلة بتساوي هاي من هون، هاي معادلة بتساوي X، وهاي معادلة بتساوي Y من هون. نكتب الأربع معادلات هلا هدول. نعم تفضل. على صوتك. فاي ايش هو؟ فاي احنا عمالنا بنقول انه انت لو مسكت هذا وحركته هلا في النهايه شو راح يصير عندي؟ راح يصير في عندي اورينتيشن. خلينا نرسمها هون على هذا. لو جينا رسمناها فاي في الحاله هاي راح تكون الزاويه العامه، هاي فاي مش هيك؟ بس بالنسبه لايش؟ بالنسبه للرفرنس تبعي، مش انا تبعي البيس من هون، فهي هو بالنسبه لهذا. يعني لو بدي ارسم خط من هون هاي فاي، ومن الرسم باي انسبكشن مش فاي بتساوي ثيتا 1 بلس ثيتا 2 بلس ثيتا 3 مضبوط؟ هاي حاله بسيطه هون سهلت علينا، مش رح يكون سهل في كل الحالات، بس هاي اتس ايزي باي انسبكشن انه اشوف. هاي على فكره هذا بيشبه سكارا روبوت لو بطلع عليه من فوق، صح؟ بيشبه. لو طلعت على سكارا روبوت من فوق، سكارا روبوت وبعدين بالاخر ايش في سكارا روبوت؟ في بريزماتيك من هون. اذا هاي عندي هون فاي، هذه فاي من هون. طب واكس وواي وين هون؟ هاي انا لاحظ عم بحكي عن الريست، تذكروا انه احنا دائما بنقول خليني اشتغل بالريست لا اخلص بعدين بعمل ترانسفورميشن جديد على الطول. فاكس واي هم هذول، هي هذه هي اكس مزبوط بالنسبه للفريم الاصلي اللي هو اكس 0. اكس 0 هي الاكس تبعه، هي الواي تبعه. فاكس اللي احنا عم نحكي عنها اللي هي هناك هي هون، واي اللي بنحكي عنها هي هاي، هي واي وهي اكس. وحتى انت اذا بدك هلا باستعمال الكوساين فورمولا بامكانك تحاول تحل من هون، يعني هون جيومتريك سهوله هذا المثال انه هو في بلين، فبقدر الاقي تراينجل واحل تراينجل واطلع اطوال واشياء زي كذا. فاي فاذا هلا مباشره بيطلع معي هاي فاي اللي احنا حكيناها هون، هيها بتطلع معي من هون. اذا اخذنا صار عندي كوساين فاي بيساوي كوساين ثيتا 1 بلس ثيتا 2 بلس ثيتا 3. هاي راح اخذها المعادله الاولى، وبعدين عندي ماينس ساين فاي تساوي ماينس ساين ثيتا 1 بلس ثيتا 2 بلس ثيتا 3، شيل الماينس ماينس من هون. هاي معادلتين، هذول بيسهلوا علي بالاخر لما اطلع ثيتا 1 وثيتا 2، لما اطلع زاويتين من هذول بقدر ارجع لهذول المعادلتين واطلع الثالثه، بس بوضعهم الحالي هذول ما بينفعونيش كثير. مش نفسهم؟ هم الشيء الوحيد الاختلاف بينهم راح يكون الشيء الوحيد الاضافي اللي راح يعطوني اياه، راح يعطوني الاي تان 2 اذا كان اذا في عندي اشاره. الكوساين عشان كوساين الماينس هو نفسه كوساين الجزء الجزء صحيح. راح يطلع معك ما هو هذا، احنا لما نطلع عليه راح نلاقي انه هذا هون رح يكون رقم ويكون موجب او سالب. حتى تكمل الحلول كامله الاحسن دائما تشتغل على الاي تان 2. يعني لما تيجي تحل في النهايه ما تقول انه الكوساين بيساوي هيك اذا الزاويه بتساوي هيك، الاحسن انك تقول الزاويه بتساوي اي تان 2 ساين كوساين. احسن. بس شو هو الفانكشن على المطلب يعني انه في فانكشن مش هيك؟ بس قصدي انه على الورق ما لا على الورقة بيطلع معك رقمين، هلا رح تشوف رح يطلع معك حلين، بيطلع معي رقمين لأنه ثيتا 2 أو ثيتا 1 أظن بيطلع حلين فيزيكلي، هي هم الحلين رح يطلعوا فيزيكلي من هون، بس رح يطلع معي الفو بيطلع حلين. هلا بيطلع معك حلين لما تيجي تعوض من هون قيم ثيتا 1 وثيتا 2 في وحدة منهم رح تعطيك زاويتين، فرح يطلع في إشارتين خصوصا ثيتا 1 وثيتا 2. ثيتا 1 وثيتا 2 رح يطلع في لهم قيمتين لثيتا 1 وقيمتين لثيتا 2، فحتى تطلع القيمتين لثيتا 2 بدك تلتزم بالإشارة اللي هون. إذا ما التزمت بالإشارة رح تطلع قيمتين لثيتا 2 وقيمة واحدة لثيتا 1. مضبوط، هذا مش حل صحيح. يعني الحلين اللي رح تطلعهم من هون رح يكون في عندي تو سولوشنز. ثيتا 1 داش وثيتا 2 داش وثيتا 3 داش وثيتا 1 دبل داش وثيتا 2 دبل داش وثيتا 3 دبل داش. لازم تاخذهم حتى يطلعوا معك الحلين، هلا بنشوف لما نيجي نحل. أيوه إيش؟ نعم. هذا
هسه مش في معادله ثالثه اللي هي فاي تساوي ثيتا 1 زائد ثيتا 2 زائد ثيتا 3؟ صحيح، بس انا ما بديش احطها بهذا الشكل. هي مش معادله ثالثه، هي نفس المعادلات هذول. انا ما بدي احطها هلا، بديش اخسر الاشاره، انا حابب اخليها بهذا الشكل عشان لما نيجي نحل تطلع معنا صحيحه. هي بتطلع، هو شوف شوف شو راح يصير، راح يطلع معك انت اشارتين لثيتا 1 وثيتا 2. فلو انت اخذت المعادله اللي انت حكيت من هذا وبدلتها بهذول المحلين راح يطلع معي الحلين، راح يطلع معي الرقمين هذول. طيب هسه دكتور، هسه احنا بلشنا من الاول، حطينا هاي الماتريكس، هاي طلعناها من الفورورد كينيماتكس، واضح انه طلعناها بس يعني مباشره، مش انه ضرب كينيماتكس عشان لا انا اختصرت، انا حل انا منزل لك اياه، انت بتعرف تحله يعني. هو بالاصل لازم ابلش طبعا ما بصيرش انا وين بدي اعرف، انا شو بعرفني هذول الاشياء، انا بحكي لك اياها انه انا عملتها اوف لاين. دكتور احنا لما كنا نعمل 3 دي ما كان يبين معي ترانسليشن على الواي اللي هي ال1 اس 1. لا في حالات ببين معك، خصوصا اذا في زوايا 90 درجة، اذا في بين الزد والزد 90 درجة راح تلاقي صار يصير في ترانسليشن، مرات الترانسليشن يكون على الزد يتحول على الواي. طيب هسه شو بسميها؟ يعني هسه كنا نحكي على الترانسليشن على الاكس اللي هو اي، والترانسليشن على الزد دي. لا بالدي اتش نوتيشن ما بدخلها، ما بتدخل معي بالدي اتش نوتيشن، بس هذا ما بمنع انه بالنهاية الماتريكس النهائية اللي بتطلع يكون هذا مش نون زيرو. عرفت كيف؟ انا بتحرك بكل الاتجاهات، بس احنا الكونفنشن تبعت في اتش ما بدخل واي، ما باخذش واي بعين الاعتبار، مش معناه انه هو بيطلع جواب غلط، هو هيك الكونفنشن. هلا انت بامكانك تطلع كونفنشن دي اتش مراد ويكون، وتفترض انه انا بدي اشتغل على الواي كلها، ات دزنت ريلي ماتر، ما بياثرش، بس احنا بدنا كونفنشن نتعود عليه ونضلنا نشتغل عليه عشان ما نضلش نلخبط الامور صعبه بدون الواسطه. بدون الواسطه نعم. هسه الفورورد ماتريكس اللي انت مطلعها هاي بدون التول صح؟ طب ليش ثيتا 3 دخلت معي بالحسابات؟ يعني المفروض انه الثيتا تبعت او الحركه تبعت لا مزبوط مزبوط، هي اورينتيشن، لازم اجيب الاورينتيشن هون، صحيح كلامك، مش الثيتا 3 تعطيني الاورينتيشن، بس ال 3 بعطيني قديش التول بعيد عني، فال 3 ما دخلت مزبوط؟ ال 3 ما، بس ثيتا 3 لازم اخذ اورينتيشن، يعني هاي شو بتعطيني؟ هاي بتعطيني البوزيشن الاوريجن تبع الريست والاورينتيشن تبع الريست. هلا زد ما بتحرك، احنا عارفين على اي حال، فلازم يعطيني فاي، فاي بتعطيني الاورينتيشن هذا اللي هو هيك. مش هاي اذا انتهت هيك بتختلف عن اذا انتهت هيك؟ مزبوط؟ مزبوط التول لسه بعيده عني، بس انا التول بخليها لبعدين. مرات شكل التول نفسه بحصرني. يعني مرات التول نفسها ما بتكون هون في النص، بتكون هي سكرو درايفر، السكرو درايفر نفسه طويل. او سكرو درايفر انا بعمل شيء فيه، فبترك هاي للاخر. وكمان بال 6 ديجري اوف فريدم خلتني استعمل السفيريكال ريست، فسهلت كل الحسابات. احنا هناك بنعمل بالسفيريكال ريست بنطلع كلوزد فورم سوليوشن، هي تذكروا اللي حكيناه، اذا عندي 6 ديجري اوف فريدم واذا سفيريكال ريست 6 اس معناها بقدر اطلع ايش؟ كلوزد فورم سوليوشن، مش نيوميريكال، ما بحتاج نيوميريكال.